السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده هنتكلم عن قصه هاروت وماروت. هناك روايتان لهذه القصه، الروايه الاولى لبني اسرائيل والروايه الثانيه اسلاميه، وهي الحقيقه كما ورد في القران الكريم. وهنحكي الروايتين الاثنين، ركزوا معايا. الروايه الاولى لبني اسرائيل يقال ان الملائكه قالوا ان ذريه ادم بيسفكوا الدماء وبيعصوا الله ومش بيعبدوا ربنا وبيعملوا كل المعاصي والكبائر، فربنا قال لهم انتوا لو مكان البشر هتعملوا اكتر من كده، وان الاختيار اللي ربنا وضعه للبشر من حب الشهوات والنزوات صعب انهم ما يغلطوش او صعب انهم ما يعصوش ربنا، حتى ان لو ربنا وضع الملائكه مكان البشر هيغلطوا وهيعصوا ربنا. فقال الملائكه ازاي احنا نعصيك يا رب، احنا بنسجد لك وبنعبدك واستحاله ان احنا نعصيك. قال لهم اختاروا من بينكم ملاكين اتنين هينزلوا على الارض وهحط فيهم حب الشهوات والنزوات وهزرع فيهم الحاجات اللي زرعتها في البشر، ونشوف اذا كانوا هيفضلوا زي ما هم ولا هيعملوا زي البشر. وبالفعل اختاروا الملاكين من بينهم هم هاروت وماروت. في بدايه الامر كانوا ملتزمين مفيش معاصي لحد ما ربنا بعت لهم امراه في فاحقه الجمال. هاروت وماروت حبوا المراه دي، فالمراه دي قالت لهم انا هعرض نفسي عليكم مقابل ثلاث حاجات، وعملتوها خلاص انا بتاعتكم. اول حاجه تقتلوا نفس، تاني حاجه تشركوا بالله وتعبدوا الاصنام، ثالث حاجه تشربوا الخمر. فهاروت وماروت اسهل حاجه بالنسبه لهم كانت شرب الخمر، احسن من القتل والشرك بالله وعباده الاصنام. فشربوا الخمر فقاموا بقتل المراه وعبدوا الاصنام. في الوقت ده عصوا ربنا فعايزين يرجعوا للسماء تاني، فربنا رفض ان هم يرجعوا للسماء لانهم عملوا المعاصي. بعد كده ربنا خيرهم بين عذاب الدنيا وعذاب الاخره، فهم اختاروا عذاب الدنيا لان عذاب الاخره مش هيخلص، اما عذاب الدنيا فله نهايه. فربنا عذبهم وتعلقهم في بئر بابل في العراق، ودي كانت الروايه اللي اليهود بيقولوا عليها. اما في الروايه الاسلاميه كما هو في القران الكريم ان هاروت وماروت لم يعصوا ربنا، والمذكور به والروايه الصحيحه وان سيدنا محمد كان متعود مع الكفار ان هو يرد على كل اسئلتهم، لحد ما حد ساله سؤال هل سيدنا سليمان كفر بالله لانه كان ساحر ومسخر الجن وكده، ولا هو كان كويس ونبي من عند ربنا؟ فالإجابة على السؤال والإجابة على الرواية اليهودية التي رويت عن اليهود أنه في عهد سيدنا سليمان كان هناك مجموعة من الجن كانوا يتسلطون على السماء ويسمعون الملائكة وينزلون للناس ويقولوا اللي الملائكة بتقول ويزودوا عليه. في الوقت ده الجن والشياطين قالوا إن سيدنا سليمان ساحر ومشعوذ وكافر، وللأسف في ناس من قوم سيدنا سليمان صدقوا الجن والشياطين. فأنزل إثبات من عند الله أن سيدنا سليمان ليس كافر أو مشعوذ أو ساحر، إنما هو نبي مرسل من عند الله. فأرسل هاروت وماروت ملكين يعبدون الله أكثر الملائكة تعبدا وخشوعا لله عز وجل، نزلوا ليعلموا الناس السحر وعشان يعرفوا الناس الفرق بين معجزات سيدنا سليمان والسحر والشعوذة. وقبل ما يعرفوا الناس السحر ويعرفوهم الحاجات دي قالوا إن الحاجات دي حرام وشرك بالله وكفر، فقبل ما تتعلموها ممكن إن أنتوا تستغلوها لعلاج البشر وليس لأذية البشر. ممكن نستغلها في محاربة الجن والشياطين، وممكن نستعملها في حاجات كتير كويسة لتنفع الناس. زي ما انتوا عارفين النفس أمارة بالسوء، والناس ما استخدمتش السحر في نفع الناس بل في أذية الناس، زي اللي احنا بنشوفه دلوقتي في زماننا. الناس عرفوا الفرق بين معجزات سيدنا سليمان وبين السحر الذي علمه هاروت وماروت لهم، وأثبتوا للناس إن سيدنا سليمان لا هو بساحر ولا هو مشعوذ أو كافر، وإنما هو نبي مرسل من عند الله، وأن كل ما كان يفعله هو معجزات من عند الله. وبكده نكون وصلنا لنهاية قصة هاروت وماروت. لا تنسوا الصلاة على النبي محمد، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. نلقاكم على حسن سماعكم لنا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.